خلال ندوة صحفية الخاصة التي قدم فيها الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش توضيحات حول الاتفاقيات الموقعة مع روسيا، تطرق أيضا إلى دعم الغرب للمتظاهرين المؤيدين للتقارب مع أوروبا قائلا: من المهم جدا ألا تتدخل الدول الأخرى في شؤوننا الداخلية، معتقدة أنها تلعب دور السيد في هذه الساحة أو في أي مكان آخر ببلادنا. وفي ساحة الاستقلال بالعاصمة كييف، حيث تستمر المظاهرات المناهضة للحكومة الأوكرانية منذ حوالي شهر، بدأ بعض المحتجين يفقدون صبرهم. لا أحد يستطيع الانتظار. المحتجون الذين يرابطون في ساحة الاستقلال لن ينتظروا قدوم العام 2015 ليتم انتخاب رئيس جديد. لا معنى للانتظار. ألا يكفي أنه سنعيش رعبا على مدى عام 2014 حتى نعيشه أيضا لأشهر أخرى في عام 2015؟ لا أستطيع الجزم إن كان الرئيس يسمعنا أم لا. أعتقد أنه حتى إذا ما سمعنا فإنه لم يفهمنا. تصرفاته توحي بأنه يعيش في عالمه الخاص الخيالي. ذلك هو انطباعي على كل حال. استقالة الحكومة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة هي أهم مطالب هؤلاء المحتجين الأوكرانيين، ومن أجلها يتظاهرون ويصلون.